طلع يمهم السلايدات دكتور احنا جروب سي طلع واضح. سي تمام. مختبرنا اليوم اتصور اخذتوه انتم بالنظري اللي هو النيرفس سيستم. احنا ما راح نحكي على بالتفاصيل لان يعني باعتبار انتم ماخذيها بالنظري، بس مجرد نركز على الشيء العملي اللي حنشتغله ان شاء الله الاسبوع القادم. النيرفس سيستم الكل يعرف هو شنو وظيفته. وظيفته هو يسوي كوردينيشن، اوكي كوردينيشن، حتى يسوي كنترولينج الديفرنت بارتس ان ذا بودي. اوكي النيرفس سيستم ينقسم الى قسمين اللي هو نعرفه سي ان اس اللي هو السنترال نيرفس سيستم والبريفيرال نيرفس سيستم. السنترال نيرفس سيستم نقدر نقسمه الى سب ديفيجن اللي هو البرين والسباينال كورد. يبقى لنا البريفيرال نيرفس سيستم يشملنا الاعصاب اللي هي النيرفز. هاي الاعصاب تكون قسمين تمام. القسم الاول خلينا نسوي بوينتر حتى الكل. القسم الاول بس لحظة، عندنا نوعين من النيرفز. النيرفز أما تكون موتور أو يسموها إيفيرنت، أوكي، أو النوع الثاني يسموها السنسري أو الأفيرنت. واضح؟ السنسري من اسمها هي تنقل الإعاز العصبي من الريسبترات اللي هي السنسري ريسبترز إلى الجهاز العصبي. اللي ترجع لنا الإيعاز هي تعتبر الموتور أو الإيفرنت نيرفز. فميزوا بين السنسري والموتورز نيرفز، كل واحدة الاتجاه مال الشغل مالتها شلون نسوي ترانزميشن من وين إلى وين. أكو مطلع اسمه الرفلكسز. الرفلكسز هي تعكس لنا طبيعة وعمل النيرفس سيستم. الرفلكسز تكون انواع. وشنو نعني بالرفلكس؟ الرفلكس هو rapid involuntary and repeatable response to a stimulus. يعني for example اذا اني لزمت hot plate فشي حار، شنو ممكن الرفلكس اللي يكون؟ اكيد لازم ارفع ايدي. فاللي صار عندي sensory نيرفز مالتي اتحسست لي هاي الهوت بليت ورسلت انفورميشن للسي ان اس، حتى السي ان اس بلغ عن طريق الموتور نيرفز انه لازم المسلز اللي اني عن طريقها الارم مالتي لزمت ايدي يصير بيها فت كونتراكشن معين حتى ترفع اليد. فمنو بيشتغل هنا بالرفلكس؟ اشتغل السنسري ريسبترز، اشتغل سنسوري نيرفز، السي ان اس اللي هو سوى انتربريتيشن للانفورميشن اللي جنت على طريق السنسوري نيرفز، وكذلك اللي رجع الجواب هي الموتور نيرفز. فانتبهوا شنو مكونات الرفلكس ارك، لازم تقولوا لي اياها هي شنو اللي هسه ذكرناها. الرفلكس يكون انواع، اما سباينال اور كرانيال. يعني اكو عدة طرق نقدر نقسم بها الرفلكسز. الطريقة الأولى هي إنه وين وصل هاي الانفورميشن؟ وصلت فقط للسباينال كورد لو للبرين؟ فإذا وصلت للسباينال كورد نسميها سباينال. بس نجي ناخذ مثال عليها. واكو نوع ثاني من الرفلكس يسموه كرانيال، لا هذا لازم البرين هو اللي يسوي انتربريتيشن للانفورميشن اللي جت عن طريق السنسوري نيرفز مو السباينال كورد. تمام. واكو تقسيم ايضا للرفلكسس نقول عليه كونجنيتال يعني ولادي، او اكوايرد مكتسب يعني بعدين بعد الولاده صار. واكو نوع من الرفلكس نسميه مونوساينابتيك. يعني شنو مونوساينابتيك؟ يعني فقط الموتور نيرفز والسنسري نيرفز
هي اللي لعبت دور انه تنقل لي هذا الإعاز العصبي. بس لا، اكو نوع من الرفلكسس بيها بولي ساينابتيك، يعني اكو اكثر من نيرفز وحده من اللخفه يلا قاعد تنتقل المعلومه للسي ان اس، تمام. واكو سوماتيك وفيزرال، يعني السوماتيك يعني معناها عن طريق السكلتال مسل، واكو فيزرال لا مو عن طريق السكلتال مسل، عن طريق السموث مسل وغيرها. الرفلكس ارك هو قلنا الباث واي ان ويتش السيجنالز ترافل اوفر ماني سينابس ان ذير واي باك تو ذا مسل. نقدر نقسمه الى عده اجزاء. اول جزء قلنا الريسبتر اللي هو ده يتحسس لي الستيمولاي. يجيني السنسوري او الافرت نيرون، هاي اللي تنقل لي الالكتريكال سيجنال من المكان اللي تحسسنا به من الريسبتر للسي ان اس. الجزء الثالث من الرفلكس ارك هو الانتجريشن سنتر، اللي المكان اللي بده يصير به البروسيسنج مال الانفورميشن اللي جته، عاده يكون اما السباينال كورد او البرين اللي هم اثنيناتهم يعتبرون سي ان اس. اللي يرجع المعلومه للمكان اللي اجته الاستيمولاي يسموه الافكتر، هو الموتور نيرون اللي تنقل لنا الالكتريكال سيجنال من السي ان اس للافكتر. الافكتر يعني المكان اللي حيجي له الاعاز العصبي حتى يسوي فد اكشن، تمام. الافكتر هو قلنا اما يكون مصل اور جلاند، تمام. هنا مثل ما تشوفون مثال بسيط على الفلكسر الرفلكس. فلكسر الرفلكس اذا جبت دمبوس وشكيت الجلد، اوكي، شكيت منطقه هنا بالسكن، التاتش ريسبتر او البين ريسبتر حتتحسس انه اكو فد ستيمولاي. هذا الستيمولاي حينقل عن طريق السنسري اللي تشوفوها باللون الازرق، حتى ننقل عن طريق السنسري نيرون او سميناها الافرنت نيرون، صحيح، حتى ننقل وين؟ للسباينال كورد، زين، اللي هو يعتبر الانتجريشن سنتر. هذا الانتجريشن سنتر حيفسر لياها، حيقولها انه مثلا انه هذا فد ستيمولاي دا يسوي فد بين، فلذلك حيرجع لي المعلومه عن طريق الموتور نيرون اللي هي الحمراء، حيقولها للافكتر اللي هي السكلتال مسل اللي تعرض الى لهذا الستيمولاي، يقولها سوي فد كونتراكشن معين حتى تسحب الايد، تمام. وهاتوا شفتوها انتم من شكيتوا اصبعكم باللانسيت، تشوفون الاصبع من مكان التشكه راسا يرجع لي ورا، هذا ريفلكس، صار ريفلكس، تمام. قلنا الرفلكس ارك يكون نوعين. النوع الاول يسموه اوتونوميك، اللي هو الافكتر هنا حتكون اما سموث مسل او جلاند، اما سموث مسل او جلاند او كاردييك مسل. النوع الثاني من الرفلكس ارك هذا يسموه سوماتيك رفلكس، هذا فقط ياثر لي على السكلتال مسلز، مثال عليها هسه قبل شويه شرحنا اللي هو الشكه مال دمبوس. الاوتونوميك ريفلكس قلنا الافكتر اورجن هنا تكون اما سموث مسل او كاردييك مسل او جلاند. هذا النوع من الريفلكس مثال عليه هسه نشتغله بالمختبر ان شاء الله، اللي هو البوبولاري بيبول ريفلكس، اوكي. النوع الثاني اللي هو الاكوموديشن فوكس اون ديستنت اوبجكت ذي نير اوبجكت بيبول كونستراكت اون بوث سايد. احنا من نريد نباوع في شيء بعيد شايفينها، او من يجينا لا يتقوى على العين مالتنا، ايش يصير بالعين مالتنا؟ يصير فتح حاله يسموها المايوسيس، مو صحيح؟ المايوسيس انه البيبول سايز البؤبؤ الفتحه مالته يصير بيها كونتراكشن، تقلل الفتحه السايز مالته حتى يقلل من انتنسيتي اوف ذا لايت. فهذا النوع من الرفلكس يسموه الاوتونوميك ريفلكس، تمام. ليش؟ لانه الافكتر مصل هنا هي مو سكلتال مصل، هي العضله اللي هي سموث مصل اللي تحيط بالبيبل سايز، ومن صار بها كونتراكشن قل البيبل سايز، قل حجم البؤبؤ، واضح. فمن هسه من اقول لكم اذا هو البيبل لايت ريفلكس اقول لكم هو اوتونوميك لو سوماتيك، اذا قلتوا لي اوتونوميك واي ليش؟ لان الافكتر اورجن او مصل هي عباره عن سموث مصل، فلذلك يعتبر اوتونوميك، تمام.
النوع احنا ما نحس به، يعني هو فشي لا ارادي، يعني involuntary. تمام. الشغلة الثانية ما نريد نتباوع فشي بعيد، همينة نفس الشيء. البؤبؤ مال العين يتقلص على مود تزيد الحدة مال البصر حتى نقدر نشوف. تمام. السوماتيك ريفلكس هذا النوع الثاني من الريفلكس ارك، قلنا هذا الافكتور اورجان هنا تكون هي سكيلتال مسل، مثال عليها ستراتش ريفلكس. هيك نوع من الريفلكس كلش مهم حتى يحافظ على البوزيشن مالتنا او يسموه البوستشر. تمام. مثال على الستراتش ريفلكس هو يسموها الباتولر او الني جيرك ريفلكس، هذا ان شاء الله حنشتغله. والنوع الثاني اللي هو الكورنيال بلانكينج ريفلكس. الكورنيال بلانكينج ريفلكس اذا قربنا فدي كلينكس او قطن منطقة الرموش، ايش حيصير عندنا بالعين؟ ايش حيصير عندنا؟ العين حتقوم ترمش، مو صحيح؟ او اذا جبنا فد همر وضغطنا على منطقة الباتولر اللي هي هاي اللي هي منطقة الوتر اللي يربط لي بالني مالتي بالركبة، أنا إذا جيت ضغطت على منطقة التندن اللي هي هاي الباتولر تندن اللي الوتر مال الرضفة مال الركبة مال القدم، عفوا الركبة، إذا ضغطت عليها إيش حيصير عندي؟ حيصير عندي involuntary reflex. إيش حيتمثل لنا؟ حيتمثل لنا بنوع من ال الجركينج اللي هي حصي مثل الركلة يسموها، مثل ما تشوفون هنا الرجل بصورة لا إرادية حيصير بيها هاي الركلة، حيصير عندي فد نوع من الرفلكس آرك إذا ضغطنا على هاي المنطقة اللي يسموها الباتولار تندن، حتخلي السنسوري نيورون يصل للسباينال كورد يرجع لي فد انفورميشن عن طريق الموتور نيورون يقولها للعضلة هنا اللي يسموها الكوارديسيبس، يقولها يسوي كونتراكشن. هاي الكونتراكشن حتخلي الرجل يسوي فد ركلة معينة. تمام. انا شنو الفايدة اذا جيت هنا ضربت هاي المنطقة وما صار عندي ريفلكس؟ معناها شنو عندي مشكلة؟ عندي مشكلة بالسباينال كورد اللي هو المفروض يسوي لي البروسيسنج للانفورميشن. فمعناها اني عن طريق هذا التيست اقدر اشخص انه هل هذا الشخص عنده مشكلة بالسباينال كورد اور نوت، وبالضبط يا منطقة بالسباينال كورد، منطقة يسموها ال L2-L3، هاي ال L2-L4 سيجمنت L2-L3-L4 هاي هنا تشوفون هنا ملخص اللي دا يصير. اني اذا جبت همر اوكي ضربت في ضربة بسيطة على منطقة الباتيلا، ايش حيصير عندي؟ حيصير عندي ستيمولاي للريسبترز اللي موجودة عندي بهاي المنطقة اللي يسموها الباتيلا، حترزق إيعاز عصبي اللي مثل ما تشوفون بين الأزرق الفاتح اللي هو عن طريق السنسوري نيورون، وين تروح؟ المنطقة بالسباينال كورد اللي هي L2-L3-L4. هاي المنطقة السيجمنت موجودة بالسباينال كورد هي المسؤولة عن الني جيرك ريفلكس. هناك حيصير بروسيسنج انفورميشن اللي اجتهم للستيمولاي، عفوا اللي اجتهم، حترسل انفورميشن، هاي الانفورميشن عن طريق الموتور نيورونز اللي هي باللون الاحمر حيقولها للكوارديسيبس مسل سوي اكستنشن، يعني تتقلص حتى تمدد الرجل، يصير فد نوع من الريفلكس. اوكي، شنو فائدة هذا الرفلكس؟ هذا الرفلكس فائدته انه يحافظ على البوستشر مالتنا، زين؟ فأنا إذا شخص جيت سويت له هاي الضربة على المكان هنا الركبة، الوتر اللي بالركبة، وما سوى لي هذا الرفلكس اللي أريده من عنده، معناها عنده مشكلة بالـ L2 أو L3 أو L4 segment of the spinal cord. اكو حالتين، اذا اني سويت هذا التيست وشفت ماكو ريسبونس، معناها هذا الشخص عنده فد مشكلة باللور موتور نيورونز، او
مشكلة يعني هي فيزيولوجيكال، هي يدرون يقولون سليب، هي مفروض ما تطلع هذا الرفلكس، تمام؟ لكن إذا شفت هذا الشخص سوى أكثر من ركلة بنفس الوقت، يسموها multiple oscillation of the leg أو يسموها pendular reflex، يعني أكثر من مرة قام يهز رجله مو مرة واحدة، هاي معناها أكو مشكلة أما بالأبر موتور نيورون أو عند hyperthyroidism أو urinary anxiety or nervousness، تمام؟ بصورة عامة النيو جيرك ريفلكس قلنا يقيس لي يسوي assessment لل L4 وال L2 segment of the spinal cord. النوع الثاني اللي هو الاوتونوميك ريفلكس، قلنا اللي هنا الافكتور اوركن تكون المصل السموث مسلز او قلنا جلاند او الكاردييك مسلز. بالبيبولار ريفلكس هنا نقيس ايش قد يعتبر السموث مسلز اللي تحيط بالبيبول مال اي، هل انه تقدر تسوي لي بروسيسنج للانفورميشن اللي تاخذها عن طريق الريتنا توصلها الى البرين. فهنا لاحظوا هنا الستيمولاي حينقل للبرين، مو مثل قبل شويه حكينا بالنيوفلكس وصل فقط للسباينال كورد. فهذا النوع من الرفلكس يسموه اوتونوميك رفلكس، صحيح؟ ليش؟ لانه الافكتر مصل هي سموث مصل، لكن نفس الوقت نسمي كرينيال ريفلكس مو سباينال كورد ريفلكس. كرينيال ريفلكس معناها وصل للبرين، انتبهوا هذا النوع من الريفلكس يصل للبرين، لذلك نسميه كرينيال ريفلكس، تمام؟ وبنفس الوقت هو اوتونوميك ريفلكس، ليش؟ لانه الافكتور اورجان قلنا هي سموث مسل بهيج حاله. أنا قلت لكم البيبول لايت بيبولاري لايت ريفلكس هذا شنو؟ إنه أنا إذا جبت لايت ووجهته على العين اليمنى فور إكزامبل، تشوفون هنا إذا جبت لايت ووجهته فور إكزامبل تو ذا هنا فور إكزامبل تو ذا ليفت آي، أوكي؟ إذا على إيدي أني دحكي على ليفت آي، إيش حيصير عندي بالبيبول؟ إذا وجهت لايت قوي البيبول سايز ايش حيصير بي؟ حيصير بي كونتراكشن، معناها حيصير عندي شنو؟ مايوسيس يسموها. إذا البيبول سايز البؤبؤ صغر حيصير عندي حالة يسموها مايوسيس، سببه إنه المسلز اللي تحيط بالبيبول بالبؤبؤ صار بيها فد نوع من الكونتراكشن، خلت البيبول سايز يصير بي كونتراكشن. واضح؟ هذا شيء طبيعي يسموه normal light reflex، normal light pupillary reflex، زين؟ هذا السبب انه حتى تقلل من حدة الضوء الداخل للرتنة للشبكية، زين؟ زين، ايش حيصير بالعين الاخرى؟ يعني انا اذا جبت قدنا اللايت وجهته فقط على العين اليسرى، ايش حيصير بالعين اليمنى؟ العين اليمنى المفروض تنطيني نفس الريسبونس، مع العلم اللايت ما متوجه إلها. هذا النوع من الريسبونس اللي تعطيني اياه اللي العين الاخرى اللي هي اللي يسموها الانستيمولييتد اي يسموه كونسيجوال ريسبونس، تمام؟ ليش؟ لانه اخذت الريسبونس من العين اللي صار بها ستيميليشن، تمام؟ فاني الشخص شلون اقول عليه طبيعي؟ إذا وجهت للايت على وحدة من العينين والعين الثانية انطت نفس الريسبونس فيناتهم صار بيهم مايوسيس، هذا الشخص أقول عليه طبيعي. ليش؟ لأنه الآي اللي إجاها الدايركت لايت انطتني ريفلكس يسموه أبيسيلترال دايركت بيبولاري لايت ريفلكس، دايركت يعني هو إجاها لايت صار بيها ريفلكس اللي هو المايوسيس. العين الثانية ما اجاها لايت بس صوت نفس الريسبونس اللي بالعين الاولى اللي اجاها لايت هم صار بيها مايوسيس، نسميه كونتراليترال كونسنجوال بيبولاري لايت ريفلكس، هذا يعتبر هم شيء طبيعي. ليش؟
لأنه مثل هنا موضح قدامكم اللي دا يصير شنو؟ أنا من جيت وجهت لايت على واحدة من العينين، هناك أكو فد ريسبتر موجودة بالرتنة حتتحسس اللايت وحتنقل هذا الستيمولاي عن طريق الأوبتيك نيرف مثل ما تشوفون هنا قدامكم. هنفتح الليزر، هاي العين اجاها لايت حتتحسس الريسبترات اللي موجودة بالرتنة حتتحسس هذا اللايت حتنقل لي هذا الستيمولاي عن طريق الموتور نيرفز اللي تشوفوه هنا باللون الأحمر. الموتور نيرفز يسموه الأوبتيك نيرف، هو السنسوري نيرف مو الموتور سوري. هنا أنا قلنا الرتنة بها ريسبترات حتتحسس اللايت حتنقل لي هذا الإعاز عن طريق السنسوري اللي هو قلنا الأفرنت نيرون. هنا بهاي الحالة السنسوري نيرون هو الأوبتيك نيرف، اسمه هو الأوبتيك نيرف، العصب البصري. الأوبتيك نيرف حينقل لي الإعاز اللي إجاها عن طريق الريسبترز اللي هو شدة اللايت، حتنقل لي إياها قلنا وين؟ للبرين. تمام؟ البرين هنا أنا المفروض يسوي بروسيسنج للإنفورميشن اللي إجته، وحيرسل إنفورميشن عن طريق للثيرد كرينيال نيرف أو يسموه الأوكيولو موتور نيرفز، اللي هو الموتور نيرفز يسموه الأوكيولو موتور نيرفز. حيرسل إعاز المل للعين اللي إجاها اللايت والعين الثانية اللي ما إجاها اللايت، واضح؟ لذلك العينين حيصير بيهم نفس الريسبونس، اثنيناتهم المفروض يسوون مايوسيس. زين، هذا انتبهوا هنا، هذا شيء جدا مهم. إذا جيت وجهت لايت على العين اليمنى مثل هاي الصورة هنا تشوفون قدامكم، فقط العين اليمنى صار بها مايوسيس، العين اليسرى ما صار بها مايوسيس، معناها العين اليمنى هل بها ديفكت؟ لو العين اليسرى بها ديفكت، لو وين الديفكت بالضبط؟ بيا نيرف. أنا العين اليمنى رسلت الإعاز أوكي عن طريق الأوبتيك نيرف، معناها الأوبتيك نيرف ما في مشكلة. زين، العين اليسرى ما إجاها الريسبونس، معناها المشكلة وين؟ بالثيرد كرانيال نيرف اللي هو الأوكيولور موتور نيرف، هذا ما إجا ما وصل الإنفورميشن من البرين للعين اللي هي العين الأخرى. اوكي، فمعناها اني راسا اشخص هذا عنده مشكله بالثيرد كرانيال نيرف. هسه نشتغلها بالمختبر، نجيب لايت ونوجهها على وحده من العينين ونشوف العين الثانيه اذا صار بيها نفس الريسبونس، اثنيناتهم صار بيهم مايوسيس، اقول له هذا معناها الاوبتيك نيرف مالتك طبيعي والثيرد كرانيال نيرف مالتك طبيعي. تمام، لكن اذا واحد من الطلاب مثلا وجهنا له لايت على العين اليسرى صار بيها مايوسيس، لكن العين اليمنى مالته ما صار بيها مايوسيس، ما صار بيها كونستركشن، مفروض هم يصير بيها كونستركشن، معناها أنا أشخص عنده مشكلة بالكرانيال نيرف 3 أو الأوكيولو موتر نيرف، نفس الاسم هم. تمام؟ زين، إذا شخص لا وجهت له لايت على العين اليسرى مثل ما تشوفون هنا قدامكم، هنا أنا وجهت لايت على العين اليسرى بس ما صار بيها مايوسيس، منو صار بيه مايوسيس؟ العين الأخرى اللي اصلا ما حطيت لها لايت، معناها هذا الشخص شو شخصه؟ اقول له عندك مشكله بالاوبتيك نيرف، الاوبتيك نيرف مالتك فيه مشكله اللي هو عنده اسم ثاني هو نفسه نسميه كرانيال نيرف 2. تمام، فيعني هذا التشخيص جدا مهم، نقدر من خلاله نشخص انه هل هذا الشخص عنده اوبتيك نيرف تمام طبيعي، لو عنده مشكله بالاوكيولو موتور نيرفز اللي هو نسميه كرانيال نيرف 3. الجزء الاخير من المختبر يقيس لنا السنسيشن والبرسبشن. اكو فرق بين السنسيشن، سنسيشن معناها الاورنس اوف ذا ستيمولاي، لكن البرسبشن هو الانتربريتيشن اوف ذا مينينج اوف ذا ستيمولاي. يعني أوضح لكم إياها، إذا واحد سمع صوت، هذا الصوت اللي يسمعه نسميه sensation،
تمام؟ إذا ميز هذا الصوت مال منو، سوى ريكوجنايزيشن لهذا الصوت، عرف هذا الصوت مثلاً أحمس، صوت بزونة، صوت فد شيء معين، هذا معناها صار عنده perception. معناها ليش؟ لأن سوى interpretation للصوت اللي إجا. فأكو فرق واضح بين sensation والperception. شلون أنا أميز السنسيشن مالتنا تمام والبرسبشن مالتنا تمام؟ أكو فد تيست نسميه touch receptor أو نسميه two point discrimination test. هذا النوع من التيست يعني هسه تشوفون حكي هواية وما أدري شنو، هاي معقد بس هو كلش حلو، هسه إن شاء الله نشتغله بالمختبر كلش تونسون عليه. أني خل أقولكم for example، ورحت لطبيب الأسنان، أبو الأسنان يقول لي يا سن دي أذيج، يضغط على واحد من الأسنان بس أنا ما دي أميز، دي يصير عندي بين بس ما دي أميز وين البين، من إجا دي يضغط على جاب فد واحدة من الأدوات مالت أبو الأسنان وإجا دي يضغط على سن حتى يميز لي وين بالضبط موجود عندي البين، بس أنا ما دي أميز بالضبط وين دي يضغط أصلاً. أوكي، شنو اللي يحدد انه انا اقدر اميز المكان اللي دا يصير ستيمولاي اور نوت؟ اللي يميزني اياه اكثر هي التاتش ريسبترز، الدنسيتي مالتها. اكو مكانات بالجسم بها تاتش ريسبترز اكثر من البقيه، فور اكزامبل الليبس، اوكي، اور الفينجر تيبس اللي هي نهايات الاصابع، هاي تكون اكثر تتحسس. يعني أنا مثلاً إذا جبت هاي الآلة اللي يسموها كليبرز، هاي الكليبرز بيها مثل ما تشوفون مكانين شكتين، يعني الصير بيها هنا دمبوس وهنا دمبوس. إذا جيت حطيتهم على الفينجر تيبس، أوكي، على الفينجر تيبس على نهاية الأصبع، والشخص ده يميز لياهم إن هم شكتين مو شكة واحدة، رأساً أسجل الرقم اللي دا يميز لي بيها إنه هذا شقد دا يحس بيها هي شكتين مو شكة، تمام؟ أجي هاي المسافة اللي قاس ليها هنا أسجلها، يعني بيا مكان دا يحس لي إنه هاي الكليبرز هي عبارة عن أكو بيها two sharp ends مو وحدة، معناها إنه كل ما حس ليها بأقل مسافة ممكنة معناها هذا عنده touch receptors أكثر من بقية المناطق. For example البالم of the hand يكون بـ touch receptors أكثر من الباك of the hand اللي هو القفة مال الإيد. البالم of the hand هي راحة اليد. أنا شلون أميز وحدة على الأخرى؟ أسوي هذا التيست وأقيس المسافة اللي تحسس ليها أكو هي شكتين مو شكة وحدة، أوكي؟ فمعناها أنا شلون أميز؟ أقيس الـ 2-point threshold لما بأقل مسافة ممكنة أحس إنه الكاليبر سبايكس هي موجودة بأقل مسافة ممكنة، يعني أكو شكتين مو شكة واحدة، أوكي؟ فهنا شنو الهدف من هذا الأكتيفيتي، هذا الإكسبيرمنت؟ إنه أميز بين السنسيشن والبرسبشن. السنسيشن إنه أنا ده أحس بها هي شكتين لو شكة، وشون ميزت انه هي هاي شكتين لو تشكي عن طريق البرسبشن، تمام؟ الادابشن هذا يعني كلكم مجربيه، من واحد يلبس ساعه لفتره طويله او سوار او محبس، زين؟ بالبدايه اقوم اتحسس به انه التاتش ريسبترز مالتي ديميزه انه اكو فشي على الجلد مالتي، مو صحيح؟ لكن اذا لبسته فور لونجر بيريد اوف تايم ايش حيصير؟ الـ rate of receptor discharge حيصير بيها slow، معناها الـ awareness of the stimuli حيصير بي decline or lost، تمام؟ ويعتمد اكو فد نوع من الريسبترات يصير بيها adaption، يعني بسرعة اتكيف عليها بسرعة مثل touch receptors، واكو لا مثل الهيت ريسبتر، يعني مثلا اكو فشي لزمته حار بالبداية رأسا حسيت بيه حار، مرة ثانية من ألزمة شوية يقل الإحساس يصير عندي adaption، تمام؟ لكن لا، أكو أنواع من الريسبترات مثل البين ريسبترز هاي أبد ما يصير بيها adaption،
تمام؟ بين اكو في النوع من الاكتيفيتيز ان شاء الله نوضح لكم اياه شلون نقيسه. بعد ما عندي شيء وياكم خلصنا، ان شاء الله ناخذ المختبر الاسبوع القادم، والورك شيت نزلت لكم اياها ان شاء الله هم يعني مثل الاسبوع الفات، انه تاخذوها الورك شيت تستنسخوها وتجيبوها وياكم حتى نكمل الشغل. والكويز ان شاء الله ما نيرفس سيستم الاسبوع الجاي. بعد عندكم سؤال؟ اكو طالب عنده سؤال؟